شهر رمضان شهر مبارك، مبارك عليكم الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رمضان هذا أكثر بركة من بقية الرمضانات التي فاتت، لأنه كلما ختم للإنسان بخير كلما كان على خير بإذن الله تبارك وتعالى. والبركة في رمضان ليس أن تصوم عن الطعام والشراب، إنما أن تتخلق بأطيب الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتبه فليقل إني صائم إني صائم.